أنا كنت مع المجموعة اللي عدت الساعة 2 بالظبط، فلما بدأت الساعة 2 ساعة الصفر الطيران بدأ يطلع يضرب المواكب الحصينة اللي قدامنا، والمدفعية بدأت تضرب على النقط الملاحظة والمواقع الحصينة اللي واخدة الإحداثيات بتاعتها وقعدت. إحنا مستنيناش المدفعية ما تخلص، نزلنا بالقوارب وطلعنا الضفة الشرقية، كانت فرحة كبيرة جدا، الله أكبر الله أكبر صيحات الناس. أنا لما تقدمت مسافة 2.5 كيلو جوه لمحت دبابتين على مسافة حوالي 3 كيلو أو 2.5 كيلو، رحت ضارب الدبابة كانت حوالي الساعة 2:15 بالظبط، أول دبابة كانت تضرب على خط القناة الساعة 2 بالظبط، الدبابة دي انفجرت، البرج نفسه اتفجر، طلع من الدبابة انفجر لأنها كانت مليانة ذخيرة. فكلمة الله أكبر وصيحة الناس الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا شلبي، والرائد عبد الوهاب حضني وقعد يدمع وأنا قعدت أدمع، والله أكبر والله أكبر بهسترية يعني الله أكبر، وبقينا نجري وراهم، الدبابة التانية جريت. فاحتلينا في المكان بعد ما الدنيا ظلمت، احتلينا في مكان لقيت دبابتين جايين منورين الكشاف بتاعها، فروحت ضارب الدبابة التانية دي انفجرت، فلما انفجرت الدبابة دي الدبابة اللي بعديها شافت المكان اللي أنا قاعد فيه بالكشاف بتاعها يضرب عليا بالفقرز، سيطر عليا عشان ما اتحركش شمال ولا يمين، فقرب قوي مني، الطلقات كانت بتيجي على حف الرملة وعمالة وانا في عامل حفرة برملية وقعد فيها، فالرملة عمالة تسقط عليا، فلما قرب قوي زاوية الرشاش عليت، ليه؟ لانه واخد اقصى زاوية ليه كده وطبعا التجويف، فقرب قوي هو شايفني وداخل يدوس عليا بالجنزير عشان ما طلنيش بالرشاش، داخل يدوس عليا، كان بيني وبينه مسافه لا تقل عن 20 متر او 15 متر كمان، وداخل خلاص هيدوس. حاجه تلقائيا من ربنا سبحانه وتعالى ان دقلجت دقلجه كده مش ظابط نفسي، انا بقى بين الجنزيرين فين، رميت نفسي وبقيت بقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله بطريقه، ومص الرمل كده مستني ان هو يدوس عليا، دي كان اصعب حاله، مستني ان هو يدوس عليا. فالحمد لله هو كان فاكر ان انا لسه في قلب الحفره فداس على الحفره، والحمد لله عدى من فوق مني ومشي المسافه حوالي 30 متر، كان جاله صاروخ من التبة الغربية بتاعتنا اللي هم الناس اللي محتلين على التبة الغربية ودمروا الدبابة دي الحمد لله. فاحتلينا تبة الشجرة بالليل، لما احتلينا الموقع بدأ لقيت أكتر من 30 دبابة جاية على الموقع دي بقت عمالة تضرب علينا، أنا أخدت لغاية وهي جاية استنيت لغاية ما وصلت لمسافة 2.7 كيلو، لأن أنا عندي الصاروخ أقصى حاجة ليه 3 متر، فاستنيت لغاية ما وصل المدى بتاعي لغاية 2.7 كيلو، رحت ضارب على الدبابة، أول ما ضربت الدبابة الدبابات انسحبت جري وجريوا. المهم لقيت الأفراد بقى بتوعنا الله أكبر وسلام على كتف وعلى بسوني الله أكبر، فرحانين قوي بان احنا انتصرنا. فانا قاعد ما فيش ما كملتش نص ساعه فرحانين، لقيت العربيه مجنزره ظهرت مره واحده، فانا ضربت الصاروخ كده، الصاروخ جه لغايه العربيه مجنزره راح نزل ضرب في الارض تحت العربيه، ضرب في الارض، فلما ضرب في الارض انفجر في الارض، نطوا منها 7 افراد اسرائيليين وبيجروا، طلع عليهم المشاه بالرشاشات وراحوا موتين فوق بعض. والحمد لله يعني نصر اكتوبر ده ادانا الروح والحياه بالنصر،
فحاجة جميلة يعني الواحد كل ما بيجي يمر علينا ذكرى اكتوبر بحس بالسعادة كده بنصر اكتوبر.